يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي على قلبك كان بي عن ويها حظنا قم ضاعت بلاد المسل من اغتصاب حظنا قم ما لقينا فارس يفتح الباب يا امل للبارحه وين رحت اليوم حظنا قوم حظنا يا حظنا قوم كلمات يا متواضع والله ما عرفت ان شاء الله ومنشد بين شاد نرجع موضوع اول ومنشد بين شاد يا حبيبي المنشد المقدم ايش سويت بعد رصيدك؟ والله وين جيت وش سويت؟ قصدك اعمال ولا اعمال ايش سويت؟ والله انا شوف انا جاتني عروض من احد القنوات يا سلام حلو قناتين طبعا حلو في ايش اسمه في مسلسلات استرفعت بعض القنوات ايش كنت تسوي؟ استرفعوا رد النظاره لو سمحت رد النظاره والله صدع رد استرفعت يعني بعض المسلسلات لانها غير محافظه يا سلام الله سلام الله يجزاك خير عوض خير ان شاء الله اللهم جاك شيء للاعوض وجاني قناه محافظه ان شاء الله نقول ان شاء الله نحن باذن مسلسل في رمضان يعني ولا باذن الله مسلسل مسلسل في رمضان بدر اقول لك شيء دور بطوله يا ابو حمود ولا شيء انت مبدع لو تتجه للمقاطع انستغرام 15 ثانيه هذا شغال فيها انا حلو ترى هذه والله مخلص هذه بونك هذه افكار مجنونه يا رجال انا شغال في انستغرام ترى وش اسمه وباذن الله انا ترى يعني ما انزل مقطع الا انا واثق فيه يا سلام حلو يعجبني واستشير بعض ترى مو بني شيء انا اسوي مقطع انزله انا الحالي لا اروح لفلان ايش رايك حلو انزله ولا لا حلو انك تشاور ايه والله حلو نزله لا لو تغير المقطع هذا وتقص هذا وتحط كذا لين يضبط المقطع راح انزله يا اخي ما شاء الله بدر من الناس المقبوله يا اخي والله قدامك الله يسعدك الله تحرجني ترى يا اخي بعض الناس بعض الناس لو يصور بكاميرا محترفيه ب اتش دي يصور ومقطع مقبول بس يا اخي مو مقبول يا اخي 4K اما شو ما شاء الله ابو حمود مقاطعه كلها تضرب ما شاء الله عليك في بعض الناس يسالني انت تصور في احد يصورك هل انت تجيب كاميرات وتتعب نفسك لا والله جوالي وانا اللي اصور نفسي ما حد هي ترى زينت بعض المقاطع بعفويتها بعفويته انك طق تصور يا سلام هذا ترى تضرب احيانا لا احيانا لا لازم اعداد يعني مثلا السناب خصوصا نتكلم عن مواقع التواصل الاجتماعي سناب انستغرام ترى يبي له اعداد مثل الحلقات مثل حلقات انك بتطلع يعني يبي لك اعداد الان في شركات تلقى مثلا تقول تعال عبد الكريم اسوي لك اعداد انا اسوي لك مثلا اليوم بسناب تتكلم عن ايش؟ اعطيك موضوع معين اعطيك معلومات اعداد في السناب اي حتى بالسناب الان سمع. الان انا قاعد اسويها صحيح والله ترى في هذه قاعده وفي اسماء اقول لك يا تستغرب لكن ما ودي اذكرها حلو انك كل يوم بسناب او كل فتره تسوي لك شيء معين انا كل فتره بسناب قاعد اسوي زي الموضوع مثلا كل يوم اسالهم مره سالتهم قلت بسناب قلت عندك فوبيا من ايش؟ ايوه وش الفوبيا اللي عندك؟ انتبهت لك ما شاء الله عليك ونزلت بانستغرام جت ردود يعني صراحه غريبه ترى ايش ضحكت منه مقطع لك في الانستغرام؟ يا اخي انصدم لا انا لابس هو تيشيرت واحس واحد ماخذ معه لقاء هذا الاخ جاي وراه خلفيه قلت يا هذا لاعب حقت اللقاء التلفزيوني اللي 40 هدف جاب 40 هدف لا لا ذاك اليوم ولا جابها يا اخي ما جابها ميسي وكريستيانو مع بعض ايش ما جابها كابتن ماجد ما جابها ذاك اليوم صور سناب تحدون اسلم اللي قدامي يقلب يقدم دف طول شو لا ترى اخويك صح اكيد يعني اللي كان قدامي اي خوي انا خوي انا عارفه اللي قدامي خوي عارفه يعني حتى نزلت في انستغرام ضحكت من ردود والله يعني بعضهم قال معقوله خبره انت تصدم اللي قدامك بعضهم قال اي اكيد انك تعرفه ايوه فمثل يعني حلو انك تسوي شيء حلو والله في السناب انا عن نفسي اقسم بالله اني انا ترى من الناس اللي ما افضل مشغول مع اهلي مشغول في شغله الوالد مرسلني رايح لي في شغل انا لي فاحاول قد ما استطيع اني افضى لنفسي وللجمهور حتى اقسم بعض الاحيان اني اصور كله عشانهم صح اصور بين الله هم الهدف والله يستاهلون والله يستاهلون الجمهور يستاهلون الرجال يا اخي بقول لك على شيء وانت اضرب الشيء ذا يا اخي بعد البرنامج واحد ينشغل تجي اتصالات من ناس يا اخي فيه عرفت يقول لك سبب مستقبلي يعني شيء مستقبلي يعني مثلا بدر ولا سلمان ما جاء
البرنامج الا الشيء ذا، تجي تصاب نفس الاشياء هذه. فبرنامج بيتنا الكبير ترى اقول لكم بصراحه يعني اخر بعض الاشياء هذه. فعشان الناس اللي وراك، انا بالنسبه لي انا والله عشان الناس اللي وراي نجيت البرنامج ولا اقسم بالله الى راسي لا من اعمال ولا من مشاوير ولا انا كل يوم جيت مع سعود قال لي ليش وينك يعني ما جيت؟ انا ترى هذه ثاني مره اطلع. انا لاني رجعت بعد زد الرصيد ورجعت للدوام عرفت، فهو اللي على ما قال صعب اني صار في شيء يحكمني هو الدوام ولا والله الناس لهم حق وجميع من يحب سلمان وجميع من يحبنا كلنا له حق اننا يعني نظهر ونقدم رساله ساميه لهم. فما فضيت او ما كان في وقت الا حتى اليوم، ترى اليوم مصادفه اني جيت حتى ما اعلنت، ترى اليوم ما اعلنت اني باجي. لا 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 يا رجال يا دو حول فيه لاني جاي والله بيض وجهه لاني جاي للرياض، انا كان عندي عمل وبرجع اطلب منك بلا اثنين ابشر يا سلمان. اقول انا جيت ترى بس عشان المعرض ولا حتى روحتي بكره عندي روحه بكره القطر وبرجع على الراس ابى انام وبجي مره ثانيه. ها والله شوف مشاوير، شوف ان العالم يجوني في انستغرام في تويتر متى تجي بيتنا الكبير متى، انا ما فضيت يعني انا مين شغل حلو. فواجهت اليوم عبد الكريم وسلم بيض الله وجهك. والله العظيم اني جيت ان لعيونكم لعيون الجمهور. الله يرضى عليك، والله ما قصرت بعد ما طيب عشان غير شوي الشيء الرسمي ذا. ايه نبغى سلمان كذا يسمعنا ولا عبد الكريم، انا كذا ودي اشوش يا ولد ودي يلا شوش راسي خل نجهز على طاري شوش راسي وادي الجوالات منه ابو كاتب اسمع بالله هذا نور العام سجلنا به المجد التليد واليوم سجل يا فخر مجد جديد حنا عن الطالات لا يمكن نحيد من بعد عاصفة الحزم رد الشمال الشام من بعد اليمن جينا لها يوم المعارك تعتزي ببطالها حنا لها حنا لها حنا لها لا كبرت القالات واشتد القتال الله عليك. سمعت الكليب الجديد منزل انت؟ ايوه الله عليك عراد الشمال الله عليك. جاهز ايش راك نعرض الحين ولا بعد البرايم الجمهور في وقت في بعد البرايم احسن هذا لا يدخل البرايم ما يطلع لا في برايم لا تعال تعال يا ابو تدري يا ابو بقول لك على شيء انت ايش فيك اخوي انت ما صليت ليش دقيت عليك انا استحلم انت شيخ البرايمات لا ملك البرايمات تعديت الشيخ البرايمات في برايم ايوه ها بالله تحضر تكفايا كروم كنت كلمه كذا كروم اقسم قبل تصابك رجلين الله يقبل اسمك كروم والله دخلني يا رجل مكيف والله حراره يا اخي صح بنغير والله يقول يا دار لا هنتي يا دار لا دار احنا سمعنا يا دار لا هنتي يا دار لا هنتي ولا هان راعيك يا دار لا هنتي يا دار لا هنتي ولا هاني راعيك يا دار لا هنتي ولا هاني راعيك لهاني شعب كرم وراية الدين لهاني شعب كرم وراية الدين حب وكرامة دارنا اليوم نحمي حب وكرامة دارنا اليوم نحمي نروي ترابك من دمنا مباهين نروي ترابك من دمنا مباهين حنا لبو فهد روعي الا راضي حنا لبو فهد روعي الا راضي حنا اذا صح المنادي ملبين حنا اذا صح المنادي ملبين يا دار لا تخشي غد يا دار واللي دق وقتك يا دار يا دار لا تخشي غش من غلط فيك يا دار لا تخشي غش من غلط فيك حنا لك سنود وجنود وملايين حنا لك سنود وجنود وملايين يا دار لا هنتي ولا هاني راعيك يا دار لا هنتي ولا هاني راعيك لا هاني شعب كرم وراية الدين لا هاني شعب كرم وراية الدين حزر عبدي اسكري دق علي أربك يا حزر عبدي لا المشكلة يشوفون دق علي أربك كنت مرجان صح؟ وش لا؟ مهرجان مدري احتفال مدري اي امس كنت مهرجان عندنا يا رجال خلجت والله يا رب يجهو يا رب يجهو يا اخوي وين سالفه الله يصلحك اللي دقيت يا رب ما تحتر وانا عندك اي والله خلاص بلش تبي انا احتر ابغى احتر اسمع يا سلوم
كنت مهرجان البارح. اي نعم. امس الله الله كنت مهرجان. مهرجان الريف، الريف للزهور. مهرجان إيه عندنا مرس كل زهور. الله الله حضر محافظ ومسي عليه بالخير والله محافظ. والله محمد العساف يعني ابو منصور جد رجل قمه التواضع والله والله يا عيال ما اقول اهله مجامله ولا انا على ما قال محتاج شيء منه. والله يا عيال قمه في التواضع. يعني امس تخيلوا كانوا الكبار المسؤولين موجودين، اول ما قعد كانوا بيتقهوى، تعال يا سلمان. وين سلمان؟ انا كنت قاعد مع اخوياي هناك، والله يعني ما توقعت انه بينادين. شوف قمه التواضع. وجاء عندي قاعد جنبه بالكرسي وتقهوينا مع بعض. اي والله صورت بسنابي. يعني انا انبهرت. ويقول لي يقول ترى اتابعك بسناب. هذه انصفق وجهي يعني من يعني. شوف كيف التواضع، رجل متواضع متواضع. يا اخي تدري شدني له ما شاء الله يا اخي. يقول ايش؟ يقول سلمان يقول كنا مسوي ايش اسمه مهرجان الزهور بس ما نجح. ايه ايش كيف يكلمه؟ هو محافظ ما شاء الله عليه. لا لا الله يبيض وجهه. محمد العساف الاستاذ محمد العساف. الله الله والله تحيه تحيه للاستاذ. الله يسهل ابو منصور. الله يكثر من امثاله. والله يكثر من امثاله يا بعد. والله يستاهل. اي والله. تقول لي يا ابو حمود. اسلم يا ابو حمد. ما رجعت الجامعه؟ ما رحت ما جيت؟ والله الغالي هذا السؤال اللي ما ادناه انا. ها السؤال ذا اللي اكرهه. جامعه شكله جاك كثير يا اخوي. الجامعه والله بالله جاني مرض منها. لا والله انا اخذت صراحه الترم هذا اخذت. اجلته؟ لا ما اجلته، اخذت انتساب. ايوه. لاني اصلا ما عاد بقى لي شيء. كم بقى لك انتساب؟ انجبرت اني اخذ لاني ما انشغلت خلاص، ما عاد بقى الا ترم. وانت سلم ايش سويت في الدوام؟ انا الان الدوامي طول عمر. انت معلم صح؟ الله الله معلم. وامسي على طلابي بالخير. استهلوا والله انهم اكثر. كل ما جيت افصل اه استاذ قلنا سمينا بالبيت الكبير. كمان عندكم واحد واحد. على ما قال 100 طالب عندكم واحد واحد. لكن اسلم عليهم ومسيهم بالخير. اي والله مدرسه سروره بيض وجيههم. الله يبيض وجيه. على طاري على طاري قول اسمي يا اخي. دق علي واحد اسمه نواف المرواني. امسي عليك بالخير مروان المرواني. حالك طيب؟ لك الا من. اي والله يا اخي ذا الادمي صغير يدق علي دايم. ما ادري كيف جاب رقمي. يدق علي السلام عليكم. ايه السلام عليكم. سلام شلونك طيب؟ قلت والله بخير. ايش اخبارك طيب؟ يقولك طيب. يا حليله الله يسعد ابي وجهه يا حبيبي. ويدق علي يا عبد الكريم والله انت جينا المراميه. المراميه ديره المراوين. المراميه على طريق العيس تقريبا طريق الساحل. المراميه 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 ولا المروانيه؟ المراميه. مراميه هو مرواني جهني. اه امسي عليه بالخير ويستاهل والله. صبيه جهنا والله على راسه. والله جينا كلهم والله اني عزم ويصر والله اللي تجينا. والله ان شاء الله لكم زياره باذن الله. الله يبيض دائما الناس يتصلون على سماع على كل المتسابقين. لقيت الشاشه لقيت بيت الكبير اذكر اسميتك. فمن من تقول ومن تخلي عز الله. يبغى لك ولد تاخذ الكورقه تجوري. لا يسلم عليك فلان يسلم فلان فلاني. حاضر حاضر جاء مدرسة. يا اهلا الله يسعدك. يلا حبيبي وش اللي يكرم وش ال سويت ما سويت؟ والله يا حبيبي شوف جديدي اخر جديد اللي هو شو اسمه رعد الشمال. حلو. من كلمات الشاعر الجزل الله يسعد يا شيخ سعيد رمضان ابو عايض. ونعم والله ما شاء الله. الحين يوسف العلي سوى لي المونتاج الله يبيض وجهه اللي هو معدي المرقاب. ونعم والله. ومن شو اسمه تسجيل اللي هو اذواق العاصمه استوديو اذواق العاصمه. حلو. المشاريع العضيله ما شاء الله. اي أيوة والله بيض الله وجهه. جميل والله جميل جميل. وهذا جديد يعني مراد الشمال جدا. وباذن الله في عمل قادم إن شاء والله ينصر جنودنا. الله الله ينصر جنودنا. انتهت المناورات في راد الشمال. انتهت؟ متى انتهت؟ الله يطرح بالبركه يا رب. انتهت قبل امس تقريبا بحضور الملك سلمان وحضور يا الله يا رب انك تجمع كلمتهم وتوفقهم وتسد دراهم. اي والله تنصرهم وتنصر جنودنا. يعني تخيل امس غردت بتغريده اقول تنتهي اجازه وتجي اجازه وتمدد اجازه وفي ناس على الحد. أيوة. ما فرقت اجازه مأجزين يحمونا. اي والله شوف شوف انا قال. اي والله الله ينصرهم. الله يكون بعونهم وينصرهم. بس الله ينصرهم. يا هلا يلا حيهم يلا حيهم. الله يحييك. روح هات جيات كروم روقنا. برايم ما برايم امشي بالله. لا 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 خلاص بالله تكفى. لا مطولين مخلوق مبارك. لا تقول تكفى يا لعبت لا تقول تكفى حزبتي. لعبت بحزبتي. لا تقول تكفى يا ولد. اه بس ونزلت في انستغرام مقطع ترك محمد يوم يجي اخر اسبوع. يا شباب ترى الاداره قالت لنا والله يضحك. تمديد الاداره قالت لنا انه للاسف راح نمدد ابراهيم.
وانبسطتوا. انا الفعه وش اسوي به؟ خلاص اقسم بالله طقت تبدا.